أهلا أحباء المشاهدين، أرحب بكم في هذه الحلقة. اليوم رح نتكلم عن شيء كتير كتير مهم، ولا سيما عم بنشوفه أمام عيوننا في هذه الأيام. لكن حديثي في هذه الحلقة رح يكون عن المسيح والتطرف العنصري أو التمييز العنصري. كما قال أحدهم، لا يوجد جنس أسود أو جنس أبيض أو أصفر أو أحمر، في جنس واحد اللي هو الجنس البشري، وهذا ما فعله الله في البداية الخليقة، خلقهما ذكرا وأنثى. شوف، عم نشاهد الأحداث في أمريكا، وشفنا واحد اسمه جورج فلويد، رجل أسود. الشرطة طبعا يمكن بتشوفوه على الشاشة حاليا، واحد من الشرطة وضع رجله على عنقه وكان بيستغيث، انه انا مش قادر اتنفس، لكن لم يعره اي انتباه، وضل الموضوع اكثر من 8 دقائق ومات. طبعا هذا سبب طبعا اندلاع لمظاهرات عديدة، في كتير مظاهرات كانت سلمية ولكن معظمها تحولت إلى الشغب وإلى العنف وإلى التطرف وإلى السرقة وإلى تكسير المحلات وإلى آخره، إذا منشوف على شاشات التلفزيون. وأول شيء منستغرب له، واو، أمريكا اللي هي تعتبر مهد الحضارة والديمقراطية والبلد اللي ساندت وساعدت كل العالم، وطبعا ما هياش كاملة، ما فيش حدا بيرفكت كامل، لكن نشوف هذا النوع من الفوضى، نوع من الشغب، أو بالعربي بنسميها البلطجية، العنف الدموي والتكسير واللامبالاة في حياة البشر. شو الأسباب؟ شو اللي بيقود الإنسان لهذا التطرف؟ وكيف ممكن نعالج هذا التطرف اللي منشوفه في أيامنا هذه؟ ابقوا معي، سأواصل الحديث بعد هذا الفاصل القصير. السؤال اللي عاوزين نطرحه، شو هو جذور العنصرية؟ ولماذا العنف وقتل الأبرياء وسفك الدماء؟ وهذا شيء ليس بجديد، فالعنصرية هي من بداية التاريخ. منشوف أنه قائين غار وحسد أخوه والنتيجة طبعا قتله، وهكذا بتشوف عبر صفحات الكتاب المقدس، بتشوف كتير مرات عنصرية بين شعب وشعب، بين أمي وأمي، وهكذا حتى في أيام المسيح بتشوف التطرف العنصري بين السامري بين اليهودي بين الكنعاني وهكذا، وحتى في العصر الحديث بتشوف هذه العنصرية بين فلسطيني وبين يهودي، بين أرمني وبين تركي، بين شيعي وبين سني، بين مسلم بين مسيحي. طبعا يعني هذا موضوع كبير كبير، وأنا مش بحاول كأنه أعالج موضوع كبير كبير بمجرد حلقة بسيطة جدا، لأنه عاوز أفصل بين التطرف الديني وكيف كل واحد بينظر للموضوع. فمثلا أنا ممكن أعلم عن المسيح وأتكلم عن صلب المسيح وقيامة المسيح، وبالنسبة لأخوي المسلم يقول لك هذا تطرف، أنت بتتكلم ضد كتابي وضد ديني. فطبعا هي النظرة كيف كل واحد بينظر لهذا الموضوع. لكن حديث اليوم
انه في اي موضوع سواء مسيحي مسلم او اي شعب اخر، انه عاده التعصب يقود الى التطرف، والتطرف يقود الى التزمت والى العنصريه. العنصريه هي بكل بساطه انه انا اعلى منك وانا عاوز اتسلط عليك وعاوز احكم عليك لانه انت المستوى تبعك لا يناسبني، وانت انت شعبك اقل بتفكيره، او احنا وي ماست دومينيت، احنا لازم نتسلط ونسيطر على كل هذا الاوضاع لانه احنا شايفين الايديولوجيه تبعتنا هي المتفوقه. وهذا بيجعل الناس كلاسز، يعني كانه عرق، كل واحد بيختلف عن واحد اعلى من الثاني، وبتصير النظره نظره عنصريه، نظره متطرفه، نظره متزمته. امريكا تاسست على مبادئ ما تسمى جوديو كريستيان إثيكس، مبادئ يهوديه مسيحيه اللي هي تاسست على الوصايا العشر وتعليم يسوع المسيح، وكانت بركة لشعوب كثيرة. وقبل ما أرجع لأمريكا، خليني أقول أن الكنيسة لها دور هام، وأن الكنيسة كانت تلعب دور كتير كتير مهم في المجتمعات. فالكنيسة أو المسيحية مثلا راحت إلى مناطق صعبة جدا، مناطق آكلي اللحوم، وتحولوا إلى شعب متحضر. شعوب انت بتتكلم عن أوروبا وعن شمال أوروبا إلى آخره، كانت شعوب متوحشة، لكن عندما دخلتها المسيحية جعلت حضارتها تختلف. لما كل مبدأ بيكون مبني على التسامح الديني، وبيكون مبني على تعبير الرأي، وأن كل واحد بحق له أن يعبر عن رأيه بأي شكل من الأشكال ما عدا العنف. العنف يعني بيقول انه لا، انا بحل مشكلتي بالعنف لانه انا اعلى منك، انا متسلط عليك، انت اقل مني، انت شعب لا تستحق، يا بتمشي بطريقتي او باسلوبي او كذا. والمشكله الثانيه انه الله خلق دور، احنا قلنا دور في المجتمع، في دور للرجل، في دور للمراه، قلنا دور في المجتمع، قلنا دور حتى مع الطبيعه، وقلنا دور بكل انواع الحقوق. يعني اليوم انت لما بتيجي على حقوق الانسان، حريه التعبير، حريه الديانه، حريه الراي والى اخره كلها، وافحصها في ضوء مثلا عقيدتك، ديانتك، هل تؤمن بهذا الشيء؟ طبعا اول شيء لا، انا لا اؤمن انه لا الرجال مثلا اعلى او قوام على المراه، فانا لا اوافق لانه ديني لا يسمح. فالفكره انه كيف بننظر للتطرف الديني اللي بيقود للتطرف العنصري. وهذا التطرف على فكرة مش إشي جديد، يعني كمان المسيحية مذنبة في هذا الموضوع. كم من الجرائم التي ارتكبت في تاريخ الكنيسة أو في العصور المظلمة لأنه واحد مسيحي بيختلف عن مسيحي آخر. فاليوم بتشوف حتى التعصب بين الطوائف المسيحية، ويمكن تكون مغلفة بأقنعة معينة، لكن عندما يأتي المحك الحقيقي كل واحد بيظهر الصورة وكل واحد بيكشف عن القناع. مشان هيك أحباء، أنا دائما أقول إن العالم مش لا يحتاج إلى إصلاح ولا ترميم ولا ترقيع، ولا حتى إلى رجال علم أو فلسفة أو ناس اللي بتقوم في إصلاحات عديدة. الإنسان بكل بساطة يحتاج إلى تغيير، وعندما يتغير الإنسان نظرته بتتغير عن كل شيء، نظرته مفهومه بتتغير عن الله، نظرته بتتغير ومفهومه عن المجتمع اللي بعيش فيه، ونظرته بتتغير عن نفسه. أنا بنظر من خلال منظار آخر. شيء تاني، من وين الإنسان بيتثقف وبيتعلم؟ بيتعلم من الأبوين، من الأب والأم، بيتعلم من الكنيسة، أو بيتعلم من المسجد، أو بيتعلم من المدرسة بغض النظر في أي دولة. إحنا شو منعلم أولادنا؟ شو منغذي أولادنا؟ إذا حتى في النصوص والكتب اللي منألفها هي تعبير عن تحقير شخص آخر أو تقليل من شخصية، مثلا بتقلل من شأن المرأة، أو بتقلل من شأن المسيح اللي عايش في بلدك،
أو المسيحي بقلل من شأن شخص آخر مهاجر في بلده، وهكذا. هذا التقليل هو عبارة عن تزمت، هو عبارة عن تعصب. أنا شايف في منظار أنه هذه الشعوب، هاي الناس أقل. إحنا نشكر الله أنه في one race، يعني في جنس واحد في كل العالم. في كل تاريخ البشرية ما شفناش شيء يتوسط. بتشوف حيوان، بتشوف إنسان، بتشوف جماد، بتشوف مثلا طير، لكن الإنسان ما بيتغير. الله خلق الإنسان بغض النظر شو لونك، بغض النظر لما بتفحص في الداخل والأعضاء الداخلية. وهي صورة على فكرة حبيتها كتير كتير. There is only one race, the human race. حاطين أطفال، هدول الأطفال كل واحد بيربى في بيئة، في بيت، في مجتمع، بحسب الثقافة بتاعته، شو بيتعلم، كيف بينمو، كيف بيربى. إذا بينمو بيربى أنه يحب أخوه، يحب جاره، وهي كانت وصية الكتاب المقدس، تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. وأهفت لرعخا كموخا، تحب قريبك. سأل يسوع ومن هو قريبي، وتكلم عن مثل، والمثل كان في رجال دين مر في شخص، يعني بين حي وبين ميت. لكن جاء شخص واحد غريب الجنس، من جنس آخر، من شعب آخر، ما هوش يهودي، هو سامري، عمل معاه الرحمة. تعرف حبائي كم بتأثر خلال كل أعمال الشغب اللي عم بشوفها على التلفزيون، والمظاهرات العنيفة، والسرقة، والقتل، واللامبالاة في حياة الإنسان. لكن بتشوف برضو صورة إيجابية لناس اللي بتدافع، اللي بتحط نفسها أمام مثلا دكان أو محل بزنس، اللي هو كل معيشة هذا الإنسان، كل حياته عم بوفر تيعمل بزنس صغير، يجيب الخبز على الطاولة بتاعته، يعيش بيته، زوجته وأولاده. بتشوف مثلا شرطي بيحتضن شخص أسود، أو بتشوف مثلا ناس بتحتضن إلى آخره. فبتشوف الصورة الإيجابية. هذا هو الجنس البشري، هذا هو الإنسان. يعني هذا الإنسان اللي احنا لازم نعرفه، هو إنسان. هذا الإنسان مخلوق على صورة الله. الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، يعني الصورة الأدبية، الصورة الأخلاقية، الصورة الروحية. خلقهما ذكر وأنثى، ويكون الاثنان جسد واحد. ما في تمييز عنصري، ما في حد أعلى من حد، ما في شعب أفضل من شعب. في ظروف، في فرص أتيحت، لكن برضو في استعمار، في استغلال. في ناس استغلت التجارة بالدين، والتجارة بالناس، بالعبيد، حتى في القرن هذا. يعني أنا شفته في الرقة، في سوريا، في سوق النخاسة، كيف ببيعوا البنات اليزيديات. طبعا بتستغرب، بتشوف في دول كتيرة الكلاسس، هاي اللي بتشوفها في بلاد عديدة، هذا النوع أعلى من هذا النوع، وهذا النوع أعلى من هذا النوع، وهكذا. أنا أعلى شأن منك. يعني بتذكرني في قصة الفريسي والعشار. اللهم إني أشكرك أني لست مثل باقي الناس. طب شو الناس هاي؟ الظالمين، الخاطفين، الزنا، هاي الناس كلها وحشة. أنا هو التوب كلاس، أنا التوب كواليتي بتاعك يا رب. ولا مثل هذا العشار. العشار طبعا كان محتقر في المجتمع، بس أجل الرب بتوبة، قرع على صدره وقال ارحمني أنا الخاطئ. ويقول كتاب عن العشار، خرج ذاك مبررا دون ذاك. فإذا هذه العنصرية اللي أنا عاوز أسيطر، عاوز أحكم. وعلى فكرة خلي بالك، العنصرية ما هياش مسألة فقير أو غني. تستغرب إنه في أجندات اليوم سياسية ممزوجة بالدين، يعني مغلفة في الدين، وإنه اليوم أحبائي بيستغلوا الفقراء والضعفاء، وبيمشوا أجندات معينة في العالم تدومينيت، حتى يحكموا، حتى يعني يتسلطوا، فيثيروا شغب من هون، وبيدفعوا مصاري من هون، وبيحاولوا يعملوا من هون حتى الدنيا تضلها مولعة. فرق تسد،
فأنا إذا الناس مشغولة بالشغب وبالعنف وبالاحتياجات، بدل من أوفر الاحتياجات أنه كل إنسان يكون عنده فرصة للعمل وأنه فرصة يعني يكون رب بيته، يهتم في بيته ويكون أسرة ويربي أولاده على مخافة الرب وعلى محبة الرب، ويربي أولاده فعلا فعلا أنه يحب الآخرين، ما يكونش التمييز يقول هذا جاري، ما فيش اختلاف. إذا اختلفنا دينيا في محاورة، في إشياء اللي احنا بنتكلم بمحبة بسلم، لكن مش بعنف ولا بكراهية ولا بأي شيء مما شابه هذا. وهذا هو صلاتي وهذا هو أملي لكل واحد عم بشاهدنا اليوم. احنا كل الجنس البشري من شخص واحد، من آدم ومن حواء، والكتاب يقول لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، لأننا أيضا ذريته، يعني بيرجعنا لله. وبتعرف أحبائي، الكتاب دائما بيعلم بالحق. أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه. بطرس يتكلم لما راح لبيت كورنيليوس، وطبعا في روميا 2: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة؟ بقول في آية 11: لأن ليس عند الله محاباة. يعني الله بعامل الجميع سواسية، الله وضع قانون، الله وضع طريق، وأنا محتاج إنه أعرف هذا الطريق. وأنا بصلي من كل قلبي إنه هذا الطريق اليوم تشوفه واليوم تختبره في حياتك. سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أعزائي. يوجد جنس واحد، ما فيش خلطة. الإنسان مخلوق على صورة الله، مشان هيك يعني فكرة النشوء والتطور مرفوضة أساسا، ضد المنطق وضد العقل يعني تماما، وما فيش أي إثبات. لكن هذا هو عمل الله. في غلاطية إصحاح 3 آية 26: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. شوف شو بقول الكتاب: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. لاحظ: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى. يعني نفس الآية بتشوفها كمان في رسالة كولوسي، اللي بيتكلم لا بربري ولا سكيثي ولا يهودي ولا يوناني، لا رجل ولا امرأة، واحد في المسيح. الله بحب الجميع بدون أي استثناء، لأنه هكذا أحب الله العالم. الله أحب العالم، كل الشعوب، كل الأمم، كل الجنسيات. شوف أجمل صورة بتشوفها في السماء، اللي بيوصفها سفر الرؤيا
إصحاح 7 والآية 9 مكتوب: وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة. فإذا يعني هي الصورة الحقيقية اللي هي تتميم لنبوة وعد الله لإبراهيم: بنسلك تتبارك جميع الأمم. هاي الصورة مش راح تشوفها ولا عم نشوفها على الأرض. هو فكرة كل الممالك والشعوب اللي احتلت واللي قهرت واللي سيطرت على شعوب أخرى، شو؟ لأنه كان بالنسبة لها هي أعلى من أي شعب آخر. بتشوفوا حتى من أيام الأشوريين القدماء، بتشوفوا من أيام البابليين في مملكة فارس، بتشوف هذا الشيء في مملكة الرومان. والرومان كانت إمبراطورية عظيمة جدا. شو اللي هزم الإمبراطورية الرومانية؟ من جوا الانقسام الداخلي والراحة، لما خلاص ابتدأوا يعني يشتغلوا في بعض، والخطية اللي يعني شوهت ولوثت وتفشت واستشرت في كل أنحاء المجتمع، انقسمت، صار في مملكة غربية ومملكة شرقية في بيزنطيا، ومع الزمن اندثرت شوي شوي، قصقصت وانتهت الإمبراطورية الرومانية. الإسكندر الأكبر من قبله اليونان كان يعني خلال 10 سنين أو 12 سنة احتل العالم، مات ابن 32 سنة. وفي مرة بكى لأنه ما فيش مناطق تانية يحتلها، وهو قبل ما يموت الدنيا قعدت في أيام الإسكندر الأكبر. وبحال ما مات انقسمت المملكة إلى 4 أقسام، وشوي شوي، مع أنه كان الغرض من الإسكندر بالنسبة له متفوق، عاوز ينشر الحضارة الهيلينية. واليوم كم من استعمار وكم من احتلال وكم من قهر وإزلال، يا باسم الدين يا باسم السياسة. هو بالواقع كله باسم السياسي، لأنه السياسة هي مغلفة في الدين عشان يعني تلبي الرغبة وتقوم بالعمل بنجاح. لازم تستخدم الدين، لأنه الدين هو العملة اللي بخوف الناس أو بخليها فعلا تأخذ قرارات عقلانية في هذا الموضوع. فإذا أحبائي، منشوف إنه الشعوب والقهر والظلم كله بتبتدي بالأساس كيف أنت بتربي المجتمع. ما في تمييز، هو المجتمع اللي عمل التغيير واللي عمل هذه العنصرية بين الناس. في one race، مجتمع واحد، اللي الكتاب بيتكلم عنه. ما في أي حق إنه شخص يتسلط على آخرين. عدم التسامح بيولد الكراهية، والكراهية بتعرف أحبائي، يقول الرسول يوحنا: من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. بحاول أتذكر التاريخ لهذه الجملة، في جملة بيستخدموها كمان أحبائنا المسلمين، اللي هي: من قتل نفسا قتل البشرية جمعاء. هذا القول كان في القرن الرابع أو الخامس، مش متذكر، واحد من الربايز اليهودي بيتكلم بصيغة سلبية، لكن برضو وصل رسالة، يعني اللي قتل نفس قتل كل البشرية، قول يهودي أصلا. فكتير مرات لما أنت بتأذي شخص كأنك بتأذي مجتمع، لأنه الشخص المتسلط هو بيحتقر الناس الآخرين. وعندما تحتقر أنت ما عندك تسامح، عندك كراهية. وعلى فكرة كله ببين في المحاك، يعني بتشوف جيران عايشين بسلام بتآخي كل الوضع، بيجي مثلا أمر ديني أو عنصرية دينية، فبتلاقي شيء، طب ما هذا جارك عايش أنت وياه 30-40 سنة، فانقلب إلى عنصرية. عارف اليوم يعني
مش عارف ستالين اللي قال انه الدين افيون الشعوب، حقيقة. لانه الناس لما بتحاول انه تاخذ الدين باستغلال حتى تستعبد الاخرين وتقهر الاخرين، طبعا هذا بيكون نوع من المخدر للناس حتى يخوف الناس. لكن المسيح يحرر، يطلقنا الى الحرية، علمنا المسامحة، علمنا احترام الشخص الآخر، علمنا التآخي، علمنا المحبة حتى للأعداء. اللي عم بيصير في أمريكا شيء محزن، وإحنا خلينا نصلي لأن هذا البلد كان بركة لشعوب كثيرة. أنا مش بتكلم بس على الصعيد السياسي والمساعدات الإنسانية اللي بصراحة ساعدت كل العالم. الكنيسة الأمريكية كانت مصدر يعني محو الأمية وانتشار السلام والمستشفيات والعيادات والمدارس إلى يومنا هذا بتنشر الخير. فإحنا مش عاوزين نشوف هذا البلد بينهار بسبب بعض البلطجية أو المتسلط. محتاجين نصلي من أجل الحكام، نصلي من أجل الوحدة، نصلي من أجل المحبة، نصلي من أجل السلام إنه يسود في هذا البلد. خليني أخذ مكالمة أعتقد من القسيس سينوت راعي الكنيسة المعمدانية العربية في بوسطن. أهلا وسهلا قسيس سينوت، أنت معنا على الهواء. اهلا وسهلا، انا مبسوط اللي انا اقدر اسمع صوتكم. مبسوط ان انا اكون معاكم حبيبي، هذا شرف كبير لنا يا قسيس. طبعا عم بيشاهدونا في كل دول العالم، اعطينا فكره يعني سنس شو اللي عم بيصير في امريكا كراعي كنيسه في بوسطن، واحده من المدن الكبيره في امريكا. هو في الحقيقه أغلب المعلومات اللي أنا أعرفها هي اللي أنا بشوفها وبسمعها على الإنترنت أو على في الإذاعة، لكن في نفس الوقت الموضوع نفسه هو المهم، مش اللي إحنا شايفينه. اللي إحنا شايفينه ده أتمنى إنه يخلص في يومين أو على طول يعني، ونبتدي نفكر في طريقة إيجابية لإصلاح الشيء الفاسد. وإصلاح الفاسد هو أهم حاجة. فالفاسد يتوقف على حاجات كثيرة، إذا سمحت لي إن أنا أشرح اللي في بالي. في الحقيقة النهاردة سمعت الأسيس توني إيفنز وقال نقط حلوة، أنا هاخد من النقط اللي قالها لأنهم كانوا نقط حلوين ويملوا الشيء اللي إحنا عايزينه. إحنا عندنا في خمس أماكن، أنا لو عندي وقت الدين أتكلم لك، أنا ممكن أبقى أقول ملخص. تفضل أسيس، تفضل. فإحنا عندنا خمس اتجاهات أو خمس مواجهات نقدر نفكر فيها. عندنا المواجهات مع الله ومع الكنيسة ومع البيت ومع الدولة ومع الإنسان نفسه. فالشيء اللي صلح المشاكل الموجودة إذا إحنا خدنا الموضوع دي، وبالذات بالنسبة لنا إحنا اللي نعرف كلمة الله أو في الكنيسة، نشوف إن الله عايزنا نعمل إيه. الله قال حب بعضكم بعضا، والله قال حب أخوك، والله قال حب أعدائك. فلو أنا بحب الثلاثة دول موضوع المشاكل يبتدي يقل خالص، لاني هبص على الثلاثه دول، هبص على اخويا واللي قدامي وعلى عدوي، وابتدي التمس العذر ليهم وابتدي احل من النقطه دي. من ناحيه الكنيسه انا بقول في منتهى التلخيص، الكنيسه لازم تعلم الناس ازاي تتصرف في مش بس نسمع كلمه الله روحيا، لكن كمان ان احنا نتعامل مع بعضينا. في ناس كتيرة تيجي ما اتعلمتش شيء ازاي ان احنا نتعامل مع بعض. اذا انا اتعلمت ان انا اعامل اخويا بمحبة زي ما الكتاب قال لنا، مش هغلط معاه. اجي للنوع الثالث اللي هو البيت. لو ابويا وامي بيقولوا لي
لا بسمعهم بيتكلموا ان في اسود وفي ابيض وده احسن وده وحش. هبتدي انا اتعلم من الصغر الطريقه دي وده مش صح. لو ابويا وامي علموني وانا في البيت ان نحب بعض كلنا، إن انا هقول لكم ايه الفرق بين واحد داخل عندي المكتب لابس جاكيته سودا او واحد لابس جاكيته صفراء او واحد لابس جاكيته بيضاء. الثلاثه هم اشخاص، الثلاثة هم فيهم نفس الله، فينا شبه الله وفينا روح الله. ده مش مهم جاكيتته لونها ايه، لون الجسم تعبر عن كأني انا لابس بدلة سودة او كأني لابس بدلة بيضة او كأني لابس بدلة صفر، مش هي دي اللي تغير في مين انا. فلو اهلي من وانا صغير بيعلموني الثلاثة واحد، هطلع واتعامل مع الثلاثة واحد. وبعدين في حاجة مهمة تانية، الدولة، احنا الدولة حطت قوانين حلوة ووصلنا لقوانين حلوة اللي هي حقوق الانسان زي بعض، ان كل انسان مش مهم لونه او مش مهم بلده او مش مهم ديانته او مش مهم اي حاجة، الكل سيان قدام الدولة. الدولة بتقول كده. ارجع للافراد بقى، لان المشكلة كلها بتبدأ من الافراد. الافراد لو كل واحد بيمشي حسب الحاجات دي مش هيبقى عندنا مشكلة، لكن كل شخص منا بيتصرف بطريقة، في اللي بيتصرف بطريقة صح، في اللي بيتصرف بطريقة غلط. لو أنا لقي واحد بيتصرف بطريقة غلط، هل معنى كده إن كل الناس اللي جايين من الناحية دي هم بيتصرفوا زيه؟ مثلا فنفترض أخد إن شخص من البوليس اتصرف خطأ زي كده، هل معنى كده ان كل البوليس وحش؟ لو الاقي واحد في محل بيتصرف وحش، هل معناها ان كل اللي في المحل ده بيتصرفوا وحش؟ لا. الفكره اللي انا بفكر فيها ان ليه حق الاحتكاك؟ في امريكا هنا عندنا القانون بيديني حق ان انا احتاج. ممكن احتاج بنظاره سلميه، وممكن ان انا ارفع قضيه حتى على الدوله او حتى على البوليس. احنا الناس احتجت والحكومة سمعت وسمعوا ونفذوا، يبقى اذا في النقطة دي ابتدي افكر ان انا ابني ازاي. ان انا لو انا بروح اكسر بتاع مبنى بتاع او نوع من البيزنس بتاع حد تاني، هل انا حليت المشكلة ولا عقدت المشكلة؟ انا عايز اخواتي الناس اللي في الشارع والناس اللي في الكنيسة والناس اللي في البيت والناس اللي في الدولة، ان الكل يبتدي يعمل في اتجاه تصليح مش في اتجاه تحطيم. لان التحطيم ما بيفيدش بل بيعقد الحاجة. اكيد عايز اوجه نظر كل شخص فينا ان احنا نشوف الله عمل ايه. الله حب الانسان وهو خاطئ، حب الانسان وهو شرير. الله بعت ابنه لكي يموت مكاني. انا جذبني بربط المحبه اللي حبنا بيها الله وبعت ابنه يموت عشاننا، دي الرابطه اللي ربطتني بالله. لو احنا نبتدي كبشر كل واحد يفكر فينا ازاي يفيد اخوه اللي جنبه، ازاي يعمل لمصلحه اخوه اللي جنبه، هنحب بعض ومش هيحصل كده اهو. فدي ان الناتشر يعني من غير ما أشرح ولا أكبر الموضوع. ده اللي أقدر أقوله لا. في الدين ثلاثة اللي أنا اتكلمتهم فيه. أسيس شكرا جزيلا، فعلا وصلت رسالتك وكلامك حقيقي. يعني فعلا أنا كيف بربي أولادي في المجتمع إنه هذا أخوي، ما فيش فرق بين اللون بين العرق بين تمييز الدين العنصري، هذا جارك هذا كذا، بعتقد انه بيكون مجتمع سليم. شكرا جزيلا أسيس سينود من بوسطن، واحنا بنصلي طبعا من اجل الكنيسه في بوسطن ومن اجل ربنا يتدخل كمان في هالبلد انه تفك هالازمه هاي، ولا سيما في ازمه الكورونا كمان لما ابتدات تتحل شوي شوي طلعت هذه الازمه. ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل.
في أيام المسيح التلاميذ طبعا كانوا ماشيين مع المسيح رايحين لمدينة القدس لأورشليم، وطبيعي لازم يمروا في مقاطعة السامرة. قربوا على ضيعة، على قرية من إحدى قرى السامريين. رفضوا يعطوا الفيزا، رفضوا دخول المسيح للبلد، فطبعا ثاروا جدا. يعقوب ويوحنا يعني ابني الرعد قالوا ليسوع: يا رب، أتريد أن ننزل نار من السماء تحرق هؤلاء الكفرة والزنادقة، هؤلاء السامريين؟ قال له: ستوب حبيبي، ستوب، لستما تعلماني من أي روح أنتما، هذا ليس روح المسيح ولا طبيعة المسيح ولا عمل المسيح. المسيح غفر لصالبيه وهو على الصليب. الغريب اليوم أكثر شخصية تهاجم، وفعلا أكثر شخصية تهاجم هي شخصية المسيح. مات بدل الإنسان، وبعدين علم تعاليم اللي هي تسمو في أسمى وأعلى الحضارات الإنسانية، ورفعت الإنسان إلى مستوى وقيم عالي جدا. حياته، معجزاته، كلها للخير، كلها للرحمة، تعاليمه متفوقة لا مثيل له، بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء، شهادة الفلاسفة والعلماء حتى قبل أي شخص آخر. ومع كل هذا يعني شخص مرفوض، مختبر الحزن، يعني بتشوفوا اليوم يعني حتى في المجتمعات اللي بيسموها متحضرة مثل هوليوود إلى آخره، بيعملوا لك أفلام إنه المسيح شاذ جنسيا، واليوم عم بخططوا لفيلم ليسوع إنه هو امرأة حتى مش رجل. والغريب هو طبعا الناس بتتظاهر وبنكتب إنه إحنا بنرفض هذا، ضد هذا، مش رح نشاهد، بس ما شفناش. تتخيل كمال المسيح والهجوم اللي عليه. تخيل لو واحد يعني من هدول لمس طرف أي ديان أخرى، مسلم أو بوذي أو هندو، شوف شو رح يصير في العالم. طب السؤال ليه؟ لأنه قلبيا عارفين المسيحية فيها تسامح، فيها يعني عدم الكراهية، وإنه أنت حر، هذا رأيك وتعبر عنه، بس أنت رح توقف أمام المسيح يوم من الأيام. أوعك تشمخ، أوعك تتسلط، أوعك تفكر إن الدنيا هيك ماشية بلا إذا الكامل والمتفوق أخلاقيا عملوا فيه هذا الشيء. فأنت لما بتحتقر المسيح رح توقف أمام المسيح ورح تعطي حساب. أنا مش هدافع عنه، مين قال إنه أنا بدي دافع عن الله؟ الله مش ضعيف يا جماعة، الله هو بدافع عن نفسه. الديانة الضعيفة اللي بتدافع عن الله بتستخدم كل وسائل العنف وكل وسائل الدفاع. حتى بطرس اللي حاول يدافع عن المسيح في أحلك الظروف في بستان جتسماني، راح خبط ضرب عبد رئيس الكهنة
وقطع أذنه. قال له أنا مش قادر إنه أطلب يعني الجيش من 12 يعني ربوة. تتخيل ربوة يعني آلاف. إذا ملاك واحد من الملائكة، إذا ملاك واحد ضرب في نينوى وفي أشور 185,000 شخص، ملاك واحد. فتخيل الملايين الملائكة شو بتعمل في العالم. قال له أنا طب أنا بقدر أنزل ملائكة، بس هاي مش الإرادة، أنا جاي عشان أقوم بعمل الفداء الكامل. وفعلا علم درس لبطرس، وعلمنا كلنا إحنا الأجيال إنه ولا مرة العنف بيولد العنف. وكما قال غاندي، إذا أنت بدك تقلع عين كل العالم بصير عميان، وإذا بدك تقطع إيد كل العالم بتصير يعني أديها مقطوعة، أو إذا بدك تقطع لسان العالم كله بصفي بلا لسان بسبب الكذب والغش والكبرياء وإلى آخره. فالمشكلة أحبائي من جوا، طبيعة الإنسان الساقطة المحتاج يتغير بنعمة الرب يسوع المسيح. فالعنصرية هي مثل السرطان، السرطان بيتفشى وبيقتل كل نواحي الحياة. ومشان هيك انت عشان تنشئ محتاج تشيل السرطان من جوا حتى يكون مجتمع سليم متكامل. والكنيسة لها دور وخدام الله لهم دور انه يتكلموا ضد العنصرية، يتكلموا انه يعلموا المجتمع التسامح والمحبة. إذا إحنا كمسيحيين منحبش بعض ومنكره بعض، كيف ممكن نكون رسالة للعالم من حولنا؟ أنا مش عارف، يمكن في مكالمة. طيب خليني أخذ مكالمة القسيس نبيل زيدان راعي الكنيسة المعمدانية العربية، المعمدانية العربية في واشنطن. أهلا وسهلا قسيس نبيل، أهلا وسهلا فيك. شكرا أخ نزار، الرب يباركك ونهارك سعيد لكل المستمعين أيضا والمشاهدين. ويباركك قسيس. إحنا عم نشوف الأوضاع في واشنطن، أعمال الشغب والعنف، وفي طبعا مظاهرات سلمية من ناحية تانية. إيه اللي ممكن تخبرنا عنه والمشاهدين اللي عم بسمعونا؟ حقيقة يعني التلفزيونات اليوم عم كل القنوات عم تظهر الأشياء اللي عم تصير في واشنطن دي سي قريب من مبنى الكنيسة جدا، يعني تقريبا حوالي 5 دقائق بس من مبنى الكنيسة. أيوة. في بعض التكسير للمحلات ولل يعني المتاجر، وشيء محزن جدا ومخزي لأنه الإنسان بيتصرف تصرفات بهالطريقة هاي يعني نتيجة بعض الأمور. يمكن يكون في بعض الأوقات الإنسان محق بالأمور اللي شاعر فيها نتيجة الظلم أو نتيجة العنف اللي بيصير، لكن مش هاي الطريقة اللي ممكن أنه نحن نتجاوب معها. لما بيكون في احتجاجات سلمية ما ممكن أبدا حدا يتأذى أو ما في لكن الأمور هاي اليوم اللي عم نشوفها كثير محزنة ومخزية، وبتظهر فعلا بأنه قد ما تطور الإنسان تقنيا وعلميا وطبيا وكل بكل الأمور، حاجة الإنسان القصوى ما زالت هي تغيير القلب وليس الأشياء الخارجية. طيب إحنا عم نشوف أعمال شغب ووضع خطير جدا، وأنا عارف إنه الكنيسة في هذه الأيام أنتوا عم تعملوا اجتماعاتكم عن طريق التكنولوجي، عن طريق الميديا، لكن كيف تصلوا للمجتمع؟ ايه دور الكنيسه خلال هذه الفتره الصعبه في منطقه واشنطن؟ نشكر الرب انه عم بيفتح الابواب لنا لحتى نقدر نتواصل مع كثير من الاشخاص، سواء عن طريق القنوات الاجتماعيه او عن طريق الفضائيات. نشكر الرب انه عم بيفتح ابواب الكنيسه هون لحتى تنشر رسالة الإنجيل، رسالة المحبة والسلام لكل الناس. وربما يعطينا من خلال الاتصالات البدائية اللي هي التليفونات والأشياء الثانية أن نوصل للأشخاص اللي هم من مجتمعنا ونقدر نتكلم معهم. لكن ما زال في كمان اتصال مباشر في كثير من الأحيان في المنطقة اللي نحن فيها مع أشخاص اللي نقدر نواجههم وجه لوجه
يعني نوصل برسالة الإنجيل لهم. فنشكر الرب إنه الرب عم بيفتح الأبواب وعم يعطينا إنه نوصل لأشخاص كثيرين في المنطقة اللي نحن فيها وكمان في كل أمريكا. أسيس نبيل، طيب إحنا عم نوصل رسالة للناس، شو المفروض أو شو المطلوب إحنا نعمله حتى هيك ربنا يتدخل في هذا الوضع؟ يعني هو في المكان الأول الرب بيعطينا يعني الوصية العظمى، والوصية العظمى هي لكل إنسان منا. الرب يقول هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فهمك ومن كل فكرك ومن كل قوتك، والثانية مثلها أن تحب قريبك نفسك. فالإنسان اللي فعلا بيقدر أنه يعرف فكر الله ويريد أنه فعلا يكون في تغيير في المجتمع اللي نحن يعني بنتأمل ونترجى أن يكون هالتغيير، هذا هو دائما الأفضل. التغيير بيبتدئ أولا من الإنسان نفسه. يعني أحد الأشخاص قال في الماضي أصلح نفسك يصلح الكون. خلينا نتذكر بأنه كل واحد منا في عنده في أفكاره بعض الكبرياء، بعض الأنانية، بعض التعصب، بعض الأشياء. فقبل كل الأشياء نحن بحاجة أن نصلي ونقول له يا رب أنت خليني ألاحظ نفسي في الأمور هاي، أنت أعطيني أن ننقي نفسي بنعمتك أنت، لأن أنت يا رب العامل فيا لكي أريد وأن أعمل ما هو لمسرتك. فأعطيني يا رب أن ننقي نفسي من التعصب والأنانية والكبرياء، ونسمع كلمة الرب اللي بقولها يعني ميخا للنبي ميخا في العهد القديم. يعني ميخا حكى كثير مع شعب الرب وقال لهم أن الرب لا يسر بالذبائح والمحرقات والأشياء اللي أنتم بتقدموها. يعني قال لهم يعني معقول كثير أنه أنا أسر بالأشياء اللي أنتم عم تقدموها من بيت وذبائح وهالأمور هاي. الرب يقول لهم في لي خصومة معكم، لكن بعدين بيعطيهم الأمر وبيقول لهم شو برين أنا منكم، وبيسأل لهم السؤال هل يسر الرب بألوف الكباش بريبوات أنهار زيت؟ هل أعطي فكري عن معصية ثمرة جسدي عن خطية نفسي؟ والجواب لا. والرب يقول قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وما يطلبه الرب منك إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. وهذا اللي يعني بيلخص الموضوع كله، أنه نحن فعلا في المكان الأول نطلب من الرب، نصلي أنه الرب يعطينا فعلا ننزع أي شيء لا يرضي من حياتنا. خليني أقول أنه الإيمان والتكبر لا يمكن أن يتماشيا مع بعضهما البعض. الإيمان بيجي مع التواضع، والرب يقول أن تسلك متواضعا مع إلهك في المكان الأول، أن تحب الرحمة، وبعدين أنه يا رب أنا أريد أن أصنع الحق، أصنع ما هو حق. والحق لا يصنع في العنف ولا في سلب ما ليس لنا، بالعكس الرب سيجازي كل الأشخاص الذين يتصرفوا بهكذا التصرف. يعني بعض الأحيان الرب يمكن أن يستخدم هكذا أشخاص حتى يؤدب أولاده في الكنيسة أو شعبه، لكن بنفس الوقت خلينا نتذكر بأن الرب لا يسكت أبدا عن الخطية، وهو دائما يعني الإله العادل، لكن بنفس الوقت الإله الرحوم والغفور الذي سامحنا في شخص المسيح. هو بيعرف جبلتنا على الصليب، قال أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. والإنسان لليوم بعده مش عارف شو عم بيعمل، لكن الرب يعطينا النعمة أن نصلي نأخذ القول هذا من الرب، أن نصنع الحق، نحب الرحمة، نسلك متواضعين. آمين آمين. شكرا جزيلا قسيس نبيل، ربنا يحميكم، ربنا يبارككم، وربنا يستخدمكم في هذه الظروف الصعبة. كان معنا القسيس نبيل زيدان، راعي الكنيسة المعمدانية في واشنطن. أحبائي، العهد القديم كله بيتكلم عن صنع القانون والعدالة وإنصاف المظلوم والفقير والأرملة وعدم الرشوة وعدم المحاباة، وأنه تكون عادل
وتكون يعني في كذا آية بتشوفها في إشعياء الإصحاح الأول، في أرمية 22، في أيوب 29، في أمثال 31، وهكذا بتشوف آيات كثيرة في العهد القديم. المسيح شاف أبرص اتحنن عليه، شاف أعمى اتحنن عليه، شاف ناس جياع اتحنن عليهم، أشبعهم، كان يصنع خير. هذا هو يسوع المسيح، بغض النظر أشبع الآلاف في منطقة اليهود وأشبع الآلاف في منطقة الأمم. رح أخذ كمان مكالمة من القسيس أمير من لوس أنجلوس. أهلا وسهلا قسيس أمير، أنت معنا على الهواء. أهلا بك حبيبي وأهلا بكل الأحباء المشاهدين. شكرا كثير قسيس أمير. إحنا عم نشاهد الأخبار في كمان الوضع المحرج في لوس أنجلوس، واليوم حديثنا عن المسيح والتطرف العنصري أو التمييز العنصري. شو هي رسالتك ولا سيما في هذه الأيام عم بتشوف لوس أنجلوس تحترق؟ يعني الوضع اللي بيحصل الأيام دي بيظهر قد إيه الإنسانية بتعيش أزمة أخلاقية رهيبة، إنه في ظروف زي دي العالم كله بيواجه مصاعب زي خطر كوفيد-19، والمفروض إنه الناس كلها تكون بتتعاون مع بعض إزاي تواجه الأزمة دي. بنشوف أحداث ناس بتستغل أحداث معينة، يعني في كل الأحداث اللي بتحصل بيكشف قد إيه العالم في احتياج شديد للمسيح ولرسالة المسيح، رسالة الحب، رسالة التفكير في الآخر قبل ما أفكر في نفسي. إزاي إنه الفكر، فكر المسيح اللي لو موجود عند العالم قد إيه العالم كان هيبقى عايش في سلام. إزاي إنه المسيح الذي مكتوب عنه الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا نفسه لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. الشخص اللي أنفق حياته وقدم حياته عن العالم وعن الآخرين. احنا في احتياج شديد لاخلاق المسيح في هذه الايام علشان نتخلص من العنصريه ويتملي قلبنا بالحب، وعلشان نفكر في خير وسلامه الاخرين. فعمليات النهب والارهاب اللي بيحصل، ازاي انه اخلاق المسيح العالم بيفتقدها في هذه الايام. طيب انتوا، انا عارف انه ككنيسه انتوا لكم دور في لوس انجلوس، انا عارف انه بسبب الكوفيد 19 يمكن مش عم تجتمعوا يعني بشكل خاص في الكنيسة، لكن تجتمعوا عن طريق التواصل، عن طريق الميديا. شو الدور اللي بتعملوه في هاي الظروف الصعبة؟ احنا كان قبل الحد اللي فات بنذيع الاجتماع على النت اونلاين على اليوتيوب والفيسبوك من الكنيسة يوم الحد. طب يبقى في اجتماع بيتذاع لايف لكن بدون حضور ناس، فقط المراقبين ولجنة الميديا، واجتماعات صلاة على الزوم، ودرس كتاب بنبيعه على الفيسبوك واليوتيوب. لكن الحد اللي فات نتيجة التخريب واللي حصل وحظر التجوال ما كانش عندنا الإمكانية أننا نوصل للكنيسة. يمكن إحنا كمان كنا الأحداث اللي بتحصل قريبة مننا جدا، فعشان كده ربما نكون إحنا ككنيسة الوحيدين اللي ربما ما قدرناش نبيع لايف من الكنيسة الحد اللي فات. قسيس أمير، أنا عارف أن الوقت عم بيأزف، لكن لازم نأخذ منك رسالة ولو دقيقة. يعني شو الرسالة اللي تعاوز توصلها للناس خلال هذه الظروف الصعبة اللي الكل بمر فيها سواء في الغرب أو في الشرق؟ يعني بتهيالي يعني أحب أوصل رسالة لكل المؤمنين في كل العالم، إنه ده أكتر وقت محتاجين فيه أننا نتحد في الصلاة، وأنه يكون لنا الركب الساجدة قدام ربنا، أنه يتدخل بصورة عاجلة لعالمنا اللي بيواجه مصاعب كتير جدا، اللي بنشوف فيه إزاي أنه الأزمات بتستغل وتسيس وتستخدم لمصالح شخصية، وفي النهاية العالم كله في أزمة كبيرة. ده أكثر وقت إحنا كمؤمنين محتاجين فيه أننا نتحد في الصلاة وأننا نصرخ للرب. الحاجة الثانية أننا ده أكثر وقت كمؤمنين مطلوب مننا أننا نكون بنقوم بشهادة خاصة من خلال حياتنا وأمانة وأخلاق
المسيح اللي تظهر فينا. وعشان كده يعني أعتقد أننا كمؤمنين علينا دور كبير جدا. أما بالنسبة يعني للعالم فأنا بصلي الأيام دي أن الرب يفتح عينين العالم على احتياج العالم للمسيح. يعني من وجهة نظري أنه الحل لكل الكوارث اللي بتحصل المسيح هو الحل. السيس أمير شكرا كتير كتير على هالمداخلة الحلوة. ربنا يحميك وربنا يباركك وربنا يبارك خدمتك في لوس أنجلوس، ولا سيما في هاي الظروف الصعبة. ربنا يعطيكوا حكمة خاصة في التعامل مع الناس. شكرا جزيلا السيس أمير أمير شوقي من لوس أنجلوس، ربنا يباركك. أحبائي يعني إحنا اقتربنا لنهاية الحلقة. الله خلقنا على صورته ذكرا وأنثى، الله بطالب المساواة بين الجميع، ونبتدي نعلم المحبة من بيوتنا، بيوتنا، كنايسنا، مساجدنا، في أي مكان. تحب قريبك، تحب أخوك، تحب جارك، ما تهينه، ما تحتقره. وأنا بعتقد أنه خلال 10 سنين رح نخلق مجتمع بيختلف عن المجتمع اللي مضى. ما في يعني ريسس انه يكون اسود ولا ابيض، احنا يعني من ذرية واحدة كما يقول الكتاب المقدس. ويسوع المسيح ما كانش عنده التمييز، يعني مثل ما ذكرت لمس الابرص وفتح عيون الاعمى واشبع الالاف، وطلب من تلاميذه انه يعملوا نفس الشيء. وقال في متى، انجيل متى اصحاح 25، الحق اقول لكم فبما فعلتم بأحد إخوة الأصاغر فبي فعلتم. الناس هي إخوتك، وجارك هو أخوك. وخليك سامر صالح، خلي معاك الزيت حتى تسعف وتشفي، والخمر اللي بطهر الجراحات. خلي معاك دايما كلمة حلوة ومعاملة حلوة، وخلي حياتك أكشن مش بس مجرد أقوال بتحكيها. لأنه لما بيجي المحك ببين معدنك الحقيقي. إذا أنت من جوا بتكره، مكتوب من القلب تخرج الأفكار الشريرة، لابد أن الثمر بشكل أو بآخر يبين في يوم من الأيام. خلينا يكون مجتمع متغير بنعمة المسيح حتى نغير الآخرين. ربنا يباركك، وبصلي الرب يشفي ويبرئ أراضينا.